برنامج مسار هو برنامج لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمملكة، تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود. لدينا بالمملكة حاليا 18 شركة مؤهلة، منها 3 شركات خليجية. أحد الشركات الخليجية هي شركة أدنوك. شركة أدنوك تم تأهيلها مؤخرا، لديها الآن في المملكة بعض المواقع قد أقامت عليها محطات وقود ومراكز خدمة متكاملة. العلاقة حقيقة وثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. لدينا كذلك شركة إينوك تم تأهيلها من أكثر من سنة. حقيقة احنا نطمح ان يكون عندنا اكثر من شركة مؤهلة بالمملكة. الهدف الاخير الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، الرفع من مستوى الخدمة، التنافس بين الشركات لتقديم افضل الخدمات، بحيث تكون عندنا مراكز خدمة متكاملة ذات جودة عالية وكفاءة عالية جداً.